يقول السائل: ما حكم من أمذى في نهار رمضان؟ إن كان هذا بسبب النظر هذا حرام، لا يجوز له النظر وهو صائم إلى النساء أو إلى ما يسبب خروج المذي والشهوة، هذا حرام. وإن كان هذا يخرج منه بدون قصد وبدون فليس فيه شيء إلا الوضوء، عليه أنه يستنجي إذا أراد الصلاة، يستنجي ويتوضأ. نعم.